مجهولة مجنونة ايش تحب تقول عليها، سميها باللي تسميها بريمير ليج، ما عادش البطولة التونسية لاخر ثانية والشتي يضمن البطولة رسميا للترجي الرياضي التونسي. معناها شفنا السيناريوهات بريمير ميتون، شفنا معناها سيناريوهات متاع ضحك، انت هز البطولة، لا والله ما تهزها انت، لا لا والله قدرت بيك باش تهزها انت، بقات هكاكا اللعبة. بقينا شوي نتفرجوا على الكلوب والتوال اللي ميتون حموم شيء بعيد على كرة القدم. دوزيام ميتون خويا وشدت بعضها، المستير ماركت بونتو، الترجي عدلت من هك، المستير عودت عدلت من هك، الحاصل واحد يبدل من شين لشين هبل، معناها مش في بالو يستنى في بونتو متاع اجويرو في اخر 92 دقيقة. سيناريوهات بالرسمي مهبولة لين الشتي معناها يضمنها رسميا للترجي الرياضي التونسي. اليوم معناها شفنا بنقردين ايكيبا معناها كان كورة الماتشات نتاعها الكل كيما هكا، راهي بالرسمي كانت منافس معناها حتى على بلايس في الكاف. شفنا الفرحاتي المتميز الحارس هذا اللي واصل في معناها في التميز نتاعو، شد اليوم بيلانتي وشد برشا كور وفسخ برشا بنطويات للترجي الرياضي التونسي. كيما حكينا معناها الترجي داخل للماتش معناها ماتش غالا، ماتش نتاع بطولة باش تكرم فيه ملاعبيتها اللي معناها باش يعتزلوا كيما خليل شمام، معناها ماتش معناها دخلته ماتش ساهل، حتى معناها الملاعبيه داخلين رولاشي شويه، هذاك معناها العقليه اللي دخلت بها الملاعبيه نتاع الترجي، لكن حصل ما لم يكن في الحسبان. اتحاد بنقردين 7 دقائق بركه تخلي الترجي في صعوبه، وهكاك تولي الترجي تجاري في المباراه وبرا عادك التضييع نتاع الفرص، وسرتو معناها الترجي معناها زربت برشا في اللعب ولا تلعب برشا بزربه، خاصه مع ان الجهه اليمين نتاعها في الشوط الاول الفادع والبدري ميته كومبليتمون بالرسمي، معناها لازم البدري يفيق على وضع والفادع زاد كيف كيف لازم يشوفوا له شكون معوض في الجهه اليمنى. بقات الترجي نازله معناها بقات الترجي تعمل في الهجمات، هجمات على اليمين على اليسار، دخلت من البلايس الكل، جات البيلانتي محمد علي بن رمضان، الفرحاتي يتالق مره اخرى ينحي اكثر من هدف الفرحاتي، لكن معناها محمد علي بن حموده لاتاكون هذا اللي حكيت عليه في فيديوهات سابقه، قلت راهو تكنيك ما ماهوش حاجه كبيره، ممكن حتى الجمهور نتاع الترجي الرياضي التونسي المحبين نتاع الترجي معناها ماهمش راضيين انه يكون محمد علي بن حموده هو المهاجم الاول في الترجي الرياضي التونسي، وناس تحلم معناها بالشامبيونز ليغ وناس تحلم باتاكون غول، لكن بالنسبه لي الملاعب هذايا معناها يماركي الاهداف، مادام يماركي الاهداف دونك يستحق بلاصه في الترجي ودونك يستحق بلاصه زاده في المنتخب الوطني التونسي. دونك محمد علي بن حموده ينقذ الترجي بواحد واحد، والشتي يقتل الماتش 2-1. في المباراة المقابلة شفنا معناها سي اس اس دخلت من الاول نازلة بريسينج من اللي تبدل الشين على المباراة هذه، تشوف اللي الكرة عند سي اس اس نزلت براتيكمون لعبت بريسيون كبيرة برشا على على على, على الاتحاد الرياضي المونستيري. المونستير دخلت معناها كيف كيف ماتش متاع غالا، ماتش معناها ماهش معناها ماهيش رابحة منه حد شيء، ما كانش تستنى في المباراة الأخرى باش تكون فيها السيناريو هذاك. دونك الهمامي يماركي الهدف الاول، الهمامي عض على قلبه زاد يماركي الهدف الثاني، براتيكمون وقت السي اس اس حسينا اللي مش في بالها بزيد بونت وبزيد معناها بوان في الكلاسمون. دونك شفنا سي اس اس فريق مرعب في الشوط الاول. في الجهه الثالثه الماتش نتاع النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي، شفنا معناها النجم الرياضي الساحلي نازل على النادي الافريقي، شفنا معناها النادي الافريقي اللعبه نتاعها الكل دفاعي، خاصه بعد ما تضرب لها ادم قرب، وكالعاده معناها عادل السليمي الفلسفي نتاعهم نتاع زوير الذوادي على اليمين وادم قرب على اليسار، ما فهمتش بين مخ يتكتك عادل السليمي وخلي عاد ماك الشونجمون نتاع احمد خليل. الناس الكل بقات حله فمها براتيكمون بالرسمي، حد ما فهم حد شيء، هو احمد خليل في حد ذاته ما فهم حد شيء، بقى باهم يغزر يعمل له انا قال له معناها هذيك باش نعمل لك التكتيك نتاع 1 2 3 4، حاجه ما تفهمهاش، هذه حاجات جديده في التكتيك عند عادل السليمي، يحب له الحاصل طاوله واربع كراسي، القلب نتاعي مفغم كيما كي على عادل السليمي، هذا راهو ماهوش مدرب، هز بيشاتك وليد عمي وانطلق في سبيل حالك. النادي الافريقي ماهيش جمعيه نتاع اتياح، ماهيش نتاع وسط تابلو، نحلموا باش نلعبوا العام الجاي انا باش نلعبوا كاف، نحلموا العام الجاي باش نعملوا بطوله، باش نعملوا معناها ايكيبا بيه باش ننافسوا على البطوله حتى نحن كيما المستير، ونلعبوا لاخر جوله ونعيشوا زاد السيناريوهات شبينا نحن ما نعيشوش السيناريوهات نتاع فرحه. دونك مش بالسليمي باش نعيشوا السيناريوهات نتاع فرحه، اونترونور معناها فارغ كومبليتمون قبل حتى ما يربح هاك الماتشات نتاع التاكلسه والشاب والتوال نتاع الكوب اللي بقى ياكل فيهم الى حد يومنا هذا. دونك سليمي من غير ما تعاود تخرج لنا بك اللوبان نتاع انا موعدكم بحد شيء، اعتبار واحد باش يخطف. في الدوزيام ميتون كي بدا ودخل ديريكت المستير مام با 10 دقائق 15 دقيقه سجلت الهدف الاول، دركت به الريزلتا. دونك هكا ولينا زوز واحد في صفاقس،
وواحدة بليش في 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 رادس، بعد بشوية سجلت الترجي هدف التعادل، لهنا بدينا معنا نرتاح ونتنفس شوية. ديريك تتعدى المستير 2-2، بقات معناها 6 ولا 7 دقائق باش نعيشهم في المباريتين الزوز. دونك السيناريو هذا ما كناش نتوقعوه، بقات معناها 6 دقائق تنجم المستير تسجل هدف الثالث وتهز البطولة. بقينا معناها من شان لشان كي كرة التنس، احنا معناها من الكاس الاولى للكاس الثانية، وساعات نعمل نطلع على التاسعة معناها نحل التاسعة نشوف الكلوب والنجم الريدي الساحلي. تمكنني الغبنة معناها، يمكنني معناها اكل وهج هذاك متاع الطرح الميت، الطرح الجالك، عبيد جالكة معناها نشوفه معناها في زوز مدربين معناها ما همش في المستوى متاع زوز جمعيات ملاعبية. تنحي معناها امادو سابو في الكلوب افريكان اليوم عدى ماتش تبارك الله عليه، وشوية احمد خليل قبل معناك التغيير الغريب ريستو زاد كيف الملاعب هذايا موهوب بالرسمي، دونك لازم نتوار يتلهو بيه. دونك الماتش هذايا نطويوه ونحطوها اكوتي هكا معناها وفيها سفر سفر. الكلوب افريكان ترشحت للكاف، والزوز معناها لازمهم برشا حلول للفريقين هذوما الزوز باش يحاولوا يتنفسوا ويعاودوا يجددوا الجلد نتاعهم معناها في البطوله العام الجاي، ويحاولوا معناها ينافسوا مع الفرق الاخرى. نرجعوا للمستير وين النتيجه معناها 2-2، الترجي الرياضي التونسي والبنغرديان 1-1. الفرحات يصد والناس معناها على قلوبها. الاتحاد المنستيري تعمل هجمات خطيره على السي اس، لكن المباراه توفى 2-2. ونبدلوا الناس الكل المباراه نتاع الترجي الرياضي التونسي وبنغرديان، وين الشتي يسجل هدف الثاني ويخلي معناه الترجي رسميا معناه تهز البطوله السادسه يدور لي تواليا في تاريخها، وتقتل المنافسه براتيكمون معناها جمعيه تهز 6 معناها بطولات ورا بعضهم ما غير حتى منافس. دونك ما على الجمعيات الاخرين كان باش يخدموا معناها على ارواحهم باش تولي فما منافسه باش نعاودوا نعيشوا معناها سيناريوهات كيما هكا. مبروك مره اخرى للترجي الرياضي التونسي. هكا وصلنا للنهايه نتاع الفيديو، ما بقانا كان نقول لكم نترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.